اهلا بكم مجددا متابعينا الافاضل، اصدقائي الاعزاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ومع وسائل جديده دائما، ومع اول وسيله في هذا الفيديو هي وسيله سميناها سمارت ماث. سمارت ماث يعني الرياضيات الذكيه. اذا العلبه هذه موجود فيها كما تلاحظوا هنا الطريقه الجديده لكل شراء داخل هذا النوع من الخشب. نفتحوا هذه العلبة نلقوا فيها بطاقات الجمع وبطاقات الطرح. هنا عندنا بطاقات خاصة بالطرح، 8 ناقص 3 يساوي 8 ناقص 2 يساوي. وهنا المهارة تاع الطرح راح نعلموها بطريقة يعني مشتركة، احنا رانا في البداية تاع التحضيري، لكن نوصلوا إلى مرحلة أن نوصلوا إلى الطرح بعد ما نكون الجمع. إذا بعد ما نعلموا التلميذ الجمع بالطريقة العكسية الطرح، بالطريقة العكسية الطرح، راح نعلموه المهارة، مهارة التعامل مع الأعداد بالإضافة والنقصان، يعني إما يضيف إما ينقص. نعطوه البطاقة هذه راح يتعامل مع البطاقة، يعني البطاقة مثلا بدأوا 4 زائد 6، وهنا مباشرة 4 زائد 6 المتمم إلى 10، 4 إلى 10 المتمم إلى 10 أو المدور إلى 10، وهنا 5 زائد 1 يعني كاين بطاقات بسيطة. دائما نبقى في التحضيري كاين هنا بطاقات فيها 5 زائد 8، راح نروحوا لعدد مكون من رقمين يعني يتجاوز 10 إلى غير ذلك. نوضع البطاقة. أيضا عندنا هذه الأجزاء كما كنت تلاحظوا، الأجزاء هذو عدة أجزاء، وكل جزء راح يتركب مع الجزء الثاني. هنا عندنا مثلا عن طريق بازل راح نركبوه بالطريقة هذه، حتى إذا كان تلميذ يتجاوز عدد مكون من رقمين نضيفوا له عدد مكون من رقم واحد. راح نديروا البازل هنا، تولي عنده عملية طرح أو عملية الجمع كاملة عن طريق اللعب. هاي الطريقة هذه مفهوم. ثم هنا زائد نزيدوا له أعداد، سواء بالطريقة يعني زائد رقم واحد أو رقم اثنين. هنا بالطريقة أيضا التلميذ راهو مع الألوان، يحبوا الأطفال يحبوا الألوان. هنا عدد مكون من رقمين راح هو يشكلو، زائد عدد مكون من رقم واحد او من رقمين، ونوصل لهنا الى يساوي، وبعد نزيدو بطاقات اخرى يعطينا العدد، وهنا راح يشكلو لهذه الاجزاء. اذا كان مثلا هنا واحد مثلا عدد معين، هنا راح نحطو فقط. احنا مثلا في البطاقة الموجودة على المكتب عندنا 5 زائد 2 يساوي، نعطو التلميذ ويكتب 5 زائد 2 وراح يعد ويلقى 7، يعطينا النتيجة كما كنتم تلاحظوا. عندنا زائد، عندنا يساوي كما كنا نلاحظوا. إذا عندنا 5 ويكتب +2، إلى ما يعرفش يكتب 2 بالطريقة هذه راح يشوف الشكل جيدا الأجزاء هذه المكونة للعدد 2، وراح يكتبها بالطريقة هذه، يعني يعطينا يساوي ويعطي العدد 7. إذا هذه الطريقة هذا اللعبة أو الوسيلة، أيضا اسمها لعبة أو وسيلة في الرياضيات. وهذا الوسيلة هذه ناشيت واحدة فقط لأنهم غاليين، يديروا على ما أظن 100 ألف دينار. ألف دينار كما لاحظوا هنا على اللعبة أو اللعبة الوسيلة. هنا هاي عملية 32 بطريقة زائد أي عدد مكون من رقمين زائد عدد مكون من رقمين، ونتحصلوا على عدد مكون من رقمين أيضا، يسموها سمارت ماث. هذه بالنسبة الوسيلة الأولى.